مرحبا حبايبي، جمعة مباركة، الله يحفظكم. طبعا حلقة جديدة من برنامج مطبخ أبو علوش على قناة الفرات الفضائية. اليوم حسب طلباتكم راح نشتغل اسكالوب الدجاج بالشوفان، وراح نشتغل المعكرونة بالبشاميل. بالبداية حبايبي، طبعا الطبق المقبلات راح نشتغل الفول الحار، وراح نشتغل العصير سموذي البطيخ. بالبداية راح نشتغل المعكروني بالبشاميل بطريقة سهلة، ونخليها بالفرن حتى تلحق تستوي. على ما تستوي نشتغل الاسكالوب. احنا طبقنا الرئيسي طبعا هو الاسكالوب، اسكالوب الدجاج. عندنا سلمع كورونا بالبشاميل، عندنا خضار مشكل، عندنا بصل، عندنا لحم مثروم، وعندنا طحين، وعندنا حليب. انا راح اشتغل المعكرونة ويا صلصة البشاميل، يعني اثنينات بنفس القدر، حتى احنا نريد نسوي الاكلات اللي السريعة بطريقة سهلة وبسيطة. عندي هنا انا اول شيء خليت الدهن، اول ما اضيف البصل، نعم هذا راح اضيف البصل، هاي وصفة الطبق الجانبي المعكرونة بالبشاميل، هاي الخضار، هاي اللي يحب يسجل المكونات. مكونات سهلة وبسيطة، هي عبارة عن خضار مشكل، بصل، طحين، حليب. طبعا الطحين والحليب هو اللي يسوي لي صلصة البشاميل، اضافة الى البهارات اللي مشكل. انا ضفت البصل وضفت الخضار، راح اضيف البهارات. دائما انا من البداية اضيف البهارات، هاي البهارات اللي مشكل. طبعا انا عندي لحم العجل المثروم، راح اضيفه وياه حتى ياخذ حمسة. هذا لحم العجل، هذا من يستوي عندي حبايبي اضيف الطحين، اضيف الطحين واضيف الحليب، راح يصير عندي صلصة بشاميل جاهزة ويا الحشو. راح اخليه على ما يستوي. طبعا الاتصالات حبايبي، الارقام الموجوده اسفل الشاشه، تقدرون تتواصلون ويانا واحنا بالخدمه. هسه على ما يستوي عندي ايش راح اسوي؟ راح ابدي اتبل الاسكالوب، الاسكالوب الدجاج. اسكالوب الدجاج مواده كلش بسيطه وسهله. راح استعمل الحليب، راح استعمل الطحين ورشة الملح. انا ليش راح استعمل الطحين ويا التتبيلة؟ حتى هاي المقادير نزلت، راح استعمل الحليب حتى يعطيني طراوة للدجاج، والطحين يسوي لي لزوجة، يعني بصدر الدجاج يكون عندي لزوجة، حتى من اخليه بالشوفان يلزم. هذا عندي الشوفان. بالبداية هذا عد الدجاج، اخلي لي رشة ملح، هذا عند الدجاج الطبق الرئيسي هو اسكالوب الدجاج. عد الدجاج، عد الحليب، الطحين والليمون والبهار. هذا الحليب وهذا الطحين، قلت لكم الطحين اخليه للتتبيلة حتى تكون عندي مادة لزجة، وهاي البهارات. انا خليت الملح. طبعا عندنا اتصال. الو، حياك الله. الو الو، جمعة مباركة عليك ابو علوش. علي انا وعليك وعلى البصرة كلها، حياك الله يا طيب. شلونك ابو شهد، شو اخبارك؟ الله يحفظك. الله يحفظك ويسلمك الغالي. امر والله بخير الغالي. نريد تسوي لنا الكبة السورية، الشوي الشوي. نعم تامر امر.
ونعم منك يا اخي. مره نريد نغير ما نسوي سمك. تامر امر انت بعد اهل السمك. بس هي التغيير حلو طبعا. طبعا 100% واحد لازم يغير. والكبة الشوي هي هم صحية ابو شاهد. وانا سوريجين ترى. اي عافية صحية ان شاء الله. راح انزل حلقة للدايت كاملة. مبارك الله. تامر امر حبيبي حبيبي ابو شاهد. حياتي لك وقناة الفرار. الله يحفظك حبيبي غالي. حبايبي هسه هذا عندي ضفت البهارات ضفت الحليب وراح اخلي له عصرة ليمون. هذا عندي ليمون فريش وهاي راح اقلبه هيك اخليه شوية يتبل. شوفوا هذا الطحين شلون سوى ب يعني للزوجة حتى شنو يلزم عندي. اكو احنا عندنا الطريقة القديمة كنا نخلي بيض. اكو ناس ما تحب يعني زفرة البيض تصير بالدجاج. هذا عندي هسه اللحم تقريبا استوى يعني يستوي نص استوى فاضيف هذا. شوفوا حبايبي هذا شكل اللحم. اضيف الطحين حمسة خفيفة. اضيف الحليب. هذا هسه راح تصير عد البشاميل. هذا الحليب. فورة صغيرة واخلي المعكرونة. عندنا اتصال من الانبار. محمود الو. الله يسعدك الله يسعدك عزيزي. حبيبي محمود جمعة مباركة. جمعة مباركة على الجميع ان شاء الله. الله يحفظك ويسلمك. شنو قاعد استوى قاعد من النوم تعبان؟ اي والله تو قاعد من النوم شفت البيت حبيت اشارك شوي. نوم العوافي. امرني محمود حبيبي. يعافيك ويمر عليك العالم. الله يحفظك وامرني حبيبي. الغالي قد يوم سوينا دولمة موت عمر امر الله يسلمك. انتو تحبون الهبيط هناك بالانبار اكثر شيء؟ لا انا اختلف. ها تامر امر. انا نظامي يختلف شوي. تامر امر شلون الانبار شلونها؟ والله الحمد لله جنة. سلام سلامنا لاهلنا بالانبار. تشرفني. الله يحفظك انت الشرف. عين وعين فراش والله. الله يحفظك. وهاي قناتكم قناة الفرات الفضائية تحب تقدم كل شيء للعائلة العراقية كل شيء مفيد وممتع ان شاء الله. والله والنعم. الله يحفظك والنعم. تحياتي حبيبي. الله يحفظك حبايبي. هسه صار عندي بهالشكل هذا شوفوا هاي صار عندي البشاميل. البشاميل بالمعكرونة لازم يكون ثخن بيه. هاي هسه ضفت المعكرونة راح اقلبها شوية ويا البشاميل. طريقة سهلة وبسيطة. هسه احسن ما تسوين البشاميل على صفحة وتسوين الحشوة على صفحة. طبعا الملح خلنا نضيفه لا ننساه. عندنا اتصال زهراء من الديوانية. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك وعلوش؟ شلونك عين زهراء؟ جمعة مباركة. علي انا وعليك شخبارك؟ الله يخليك. الله يسلم الزهراء. الله يسلمك. وعلوش شنو اريد كباب الدجاج. كباب الدجاج. اي والله. وبسكت البرتقال. كباب التقلال او الشوي؟ لا الشوي. الشوي بعيني صح. والله راح اسكته وتعرفك من هذا تقول لك يا بكر الدفد. تامرين امر. والله والدي. تامرين امر. حبايبي هسه الصينيه راح اخليه بالفرن. طبعا كباب الدجاج مقاديره كل سهله. هو صدر الدجاج الكيلو. كيلو صدر الدجاج ربع اللي ينثرم وياه شيف ليمون هو قشره على مود الزفره شويه معدنوس
وينضاف ويا البهار طبعا، بهار شويه لو كركم، لو يضيفوا له اذا لون يريدون يضيفوا له شويه جوز زعفران، واضافه للملح، وينعجن ويشيش كل السهل. بس هو لازم ينضاف له قشر شيف، يعني كيلو شيف ليمون هو وقشره على مود الزفره مالته. حبايبي هسه راح اضيفه بالبايركس حتى ياخذ، واخليه بالفرن. راح يكون عندي معكرونه بالبشاميل، طريقه سهله وبسيطه سريعه. طبعا الفرن على درجه 150، هاي شيل القدر منه. عندنا اتصال احمد من النجف. حمودي السلام عليكم حبيبي. حبيبي ابو شاب شلونك؟ الله يخليك. شو اخبارك؟ جمعه الله يخليك. السلام عليكم. جمعه مباركه علينا وعليكم. الله يحفظك. تحياتي لك علي سعيد. سلام على ياسر ابو حبيبي مصطفى. حبيبي الله يحفظك يسلمك. انا احمد ابو نور النجف عرفتني. حبيبي حمودي شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ مشتاقين لك. الله يخليك. صحة وسلامة حبيبي. الله يحفظك حبيبي ابو النور الورد. الله يخليك. الله يحفظك. طبعا احمد من كنت اغسل المواعين بالفندق هو كان ويانا كابتن، صحيح؟ صحيح والله مشتاق لك كذا. الله يحفظك يسلمك. كان هو كابتن صاله وانا اغسل المواعين. كابتن صاله انت متعلق، انت متعلق دائما انت. ايه لا 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 كان كل ساعه وجاني جاب لي ايش ماعون، هذا ليش ما تغسل عدل هاي تتذكر؟ الله يخليك ويحفظك حبيبي حمودي. شرفتنا ومرنا مرنا نشوفك حبيبي. يا مرضك. تحياتي تحياتي ابو النور. سلام واشكر القناه والبرنامج. ابو النور الورد حبيبي على راسي. ايام حلوه. هذا حبايبي هسه راح اضيف الجبن. هذا بعد راح اجيب له جبن موزاريلا. طبعا الجبن كل ما يكثر كل ما طبعا هي كل البدايات تكون لو من الماعين وهذا، بس احنا انا حبيت هذا يعني موضوع الطبخ والحمد لله والشكر. حبايبي هسه راح اضيفه. خليله وين هذا الكرزيه؟ اهم شيء الكرزيه، ويلي الكرزيه هاي شويه يعطيها فد جماليه وطعم نفس الوقت. هاي راح اخليها بالفرن. عندنا اتصال من الناصرية. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف استاذ؟ الله يحفظك استاذ حازم. خلينا نشوف الفرن. الله الله يحفظك ويسلمك استاذ. شلون المطبق يسوون مال هذا السمك؟ ها عمري سمك سمك السمك شنو الشوي؟ تقلاه على التمن. على التمن مطبق؟ على التمن اي مطبق على التمن. شنو المقبلات شنو الموجود؟ بعين ان شاء الله اسوي لك حلقه مطبق على التمن وتامر امر. تسلم تسلم حبيبي الغالي عمري. ابو محمد وياكم بالشبايب. على راسي على راسي الله يحفظك. تؤمر امر تؤمر امر. تحياتي لاهل الشبايش كلهم الناس الطيبه. حبايبي هسه عندي صدر الدجاج
وعدي الشوفان. انا طبعا تبلته قدامكم هسه راح اشتغل الشوفان حتى نبدا نقلي. هسه هذا انا الفرن راح اخليه على درجه 150، اي لان انا ما اريد نار قويه، هو عندي المعكرونه مستويه واللحم مستوي، اريد بس ياخذ شويه شواء. هذا عندي هنا الشوفان بهيش طريقه، بس شنو حبايبي اضغطه هذا شوفوا حبايبي، وخليها هنا. هاي الثانية كل السهل. هذا طبعا الشوفان اطيب من البقسم ويطي فد قرمشة كلش حلوة. واهم شيء الدين لا تخلون بارد وتقلون حتى لين ينفتح عندكم. احنا البهارات نضيفها طبعا للتتبيلة، فالشوفان راح يعطيني بس قرمشة. هذا شوف حبايبي اضغطه هيك، ها هاي القطعة. عندنا اتصال احمد من البصرة، اليوم اهل البصرة منورين. السلام عليكم حمود الغالي، شلونك؟ شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ربي يحفظك. اليوم منورين اهل البصرة. يا بعد روح بعد عمري، امرني حمودي. على مود نطبق دجاج. تؤمر امر. يا بعد روحي. تريد نطبق دجاج يعني عندنا مطبق دجاج احنا المقلوبه الحمراء، وعندنا مطبق الدجاج بالشعريه. شنو تحب تسوي؟ بدون شعري. اي تؤمر امر. شلون البصره؟ خير ان شاء الله، بخير ان شاء الله، العراق كله بخير يا بعد. الله يحفظك حبيبي حمودي، شرفتنا. حبايبي هسه بدا الدهن، اهم شيء من تريدون تقلون الدهن يحمى، يعني مو يحمى كلش، يحترق يعني حماوته 50% حتى شنو لا يفتح عندكم السكالوب. طبعا تدرون احنا من كثر الفيروسات وهاي الامراض تجي دائما من نشتغل باللحم الجف نبدله. هاي اول قطعة وهاي الثانية، خليها قطعتين حتى براحتهم. شو اجيب؟ اجيب معون التقديم هنا، خلي له شوية. هذا طبعا المعون خاص للسكالوب، ليش؟ هذا يعني هو مصمم للسكالوب. ليش بي هنا شوكة وهنا بي سكينة، فهو خاص للسكالوب. هاي طبعا اخلي شوية خضرة هم للدهن وهم منظر. شوفوا اللون حبايبي، هذا الطانية الشوفان والطانية البهار الضفته. شوفوا لونه شلون شقار، وما خليت الدهن يستوي زايد. يلا عين على كيفك. ما خليت الدهن يستوي زايد او يحمى زايد، لان اذا حمى زايد الدهن اكثر من اللازم راح رأسا يصير سواد، يعطيني ما يعطيني هذا الشقار. بس اخليه على كيفه، اسوي له ليمونه.
بس فضلي هاي. شوفوا حبايبي هذا بعد راح اخليه. ودائما التقلاه مو نار قويه يعني نار برمس قويه، لا نار متوسطه حتى شنو مثل ما الداخل يستوي الخارج همي. عندنا رافد من الناصريه. الو. أيوة السلام عليكم. حبيبي رافد شو اخبارك؟ شلونك؟ شلونك عمري؟ الحمد لله. الله يحفظك. الله يحفظك. شلون الناصريه؟ الحمد لله والله بخير. ان شاء الله عامره باهلها وبطيبه اهلها. الله يحفظك. كيف ممكن البسبوسه مكوناتها؟ البسبوسه تؤمر عمر هسه المخرج ينزل لك اياها على الشاشة وتعمر عمر حبايبي. هاي طبعا ضفت بصل للزيت، بصلات يعني قصيت دبيت بالزيت. هذا البصل يمص شكل زفرة بالزيت، ونفس الوقت بصل راح يتقلى وهم اضيفه ويا الاسكالوب. هذا شكل عندي زفرة بالزيت اللي قليت به راح يمص لي اياها البصل. هاي طبعا الوجبة الثانية. شوفوا حبايبي شلون طلع عندي لون لمس يعني لا اسود ولا ابيض، لا شقار. هاي البسبوسة نزلت بالجو تؤمر امر. طبعا مكوناتها سهلة وبسيطة وان شاء الله تجربوها. هاي عدي كان سوي هالطماطاية. هاي اقلبها قلبه. الحلو بالشوفان قرمشته حبايبي، ونفس الوقت طعمه يعني هو الشوفان اكثر اللي يدورون اكل صحي. ان شاء الله انا قلت لكم راح نسوي حلقه خاصه للاكل الصحي، ولو انا ما التزم بالاكل الصحي يعني بالعشاء بالاكلات شويه قاعد نسمن، لان هو المطبخ العراقي شهي يعني. واحد يشوف التشريب ما يقدر، يشوف الدولمة ما يقدر، انه بيجي على الباكه شو يسوي. عندنا اتصال تحرير من بيجي. الو السلام عليكم. حبيبي تحرير شلونك استاذ العزيز؟ الله يحفظك ويخليك وتحياتي لك. الله يخليك. انت منتسب بيجي؟ ها؟ منتسب لو من اهل بيجي؟ لا لا من سكنة قضاء بيجي، من سكنتهم. على راسي اشرف بيك. زرت على قناة الفرات اذا حجيت اكلك طيب استاذ العزيز. هاي قناتكم وانتم اهلنا وناسنا وتحياتي لكم. حياك الله يا مرحبا يا اخي وسهلا. جمعة مباركة امرني. الله يحفظك. والله اريد اكلك الحامض شلغم. حامض شلغم مو تأمر عمر. بارك الله بيك جزاك الله خيرا. تأمر عمر خادم اني. الله حي الله. الله يحفظك حبيبي. طبعا حامض الشلغم هي اكله شتويه وان شاء الله راح ننزلها على الشتاء. هي لها طريقتين، لها كبه الدق وكبه البرغل. يعني ناس تسويها بكبه الدق. كبه الدق شنو هي؟ تمن العنبر يندق ويا اللحم ويا البهار وهم يتحشى. وناس لا
تسويها بكبة البرغل، يعني شلون تسوون كبة برغل بس يكون على طريقة قراص ويصير الحامض الشلغم. هاي شوفوا حبايبي السرعة طلع البصلاية، المخرج يريد فلفلاية، فلفلاية يقول قال لي اياها صار. عمي مخرج ما نقدر نحكي، مخرج شي يقول نقول له بعين. هاي فلفلايتين مو واحدة، عندنا اتصال من الكوت. عمر ابو علوش مبارك حبيبي، شلونك شخبارك؟ شلونك يا قلبي؟ شلونك يا عمري؟ وشلون الدجاجات؟ خاف شلون خاف من عجم الذبحون، خاف عجم يبات. قال لنا اذبح سبع وجعات لناكر الذات. لا 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 انت طيب وعلي، انت طيب بك الطيب. قال احنا العزيز نروح طقينا بيضات. قال لي شلونك حبيبي؟ شلونك يا عمري؟ شو اخبارك؟ مبارك عليك، صحتك على المصورين. الله يحفظك. شنو رايك بهاي الاطباق؟ ها؟ شنو رايك باطباقنا هاي المتواضعه؟ ما يحتاج شنو رايك؟ ما يحتاج، غني عن التعريف. لا مو انتوا يعني رايكم هو اللي ينجحني. اقول لك هو الاولى ما يصير ثاني، هو الاول يصير ثاني ما يصير ثاني. الله يحفظك حبيبي. شو اخبار الكوت؟ شنو قلبك؟ الكبه مال برغل اللي جاي يسوونها بالبيت، حرام شايف؟ يراد لها فاسه ونكسر بيها، يراد نسوي هالشيء. حجي هاي انا منطق القياس مالتها، هاي تدري شنو يسوي هالشيء؟ الخشن، يعني انت من تخلي مثلا قلاص ناعم تخلي نص ربع خشن وياه، هو الخشن يسوي هالشيء. وثاني شيء اللف مالتها، خلي اللف مال الكبه من تلفها، خلي يلفوها بالشيبق، يعني يفتحوها بالشيبق ويلفوها. مو اكو بيهم ما يعرفون شلون يخلون الكوبايه خفيفه تصير، يعني تصير معجنه. لا تخلي قلاص ناعم ونص ربع خشن وثرمه بالماكينه وتلفها بالشيبق، يعني تفتحها بالشيبق وتلف تطلع. حبيبي الغالي عمري، معجن الله يحفظك يسلمك بعد عمري. الله يا قلبي، هاي قلت لك يا حبيبي خدمتك انا. بس انت شوي مرخصتك، دهن حار يوقع علي. هذا حبايب الطبق، اول طبق جهز. وطبعا راح نشتغل طبق المقبلات. ايش قد عندي وقت استاذ؟ اوكي هدوء لقلبك. هذا عندنا طبق المقبلات راح نشتغله، فول الحار حبايبي، فول الحار. المكونات كل سهلة، نعم مكوناته كل سهلة، وان شاء الله تجربوه. طبعا احنا هذا الاطباق ننزلها مكونات بسيطة. هسه مثل هذا الاسكالوب، هذا نفس الدجاج اللي تجيبوه، يعني كيلو صدر دجاج هسه هذا يوكل له فد 4-5 نفرات. نعم هاي مقادير المقبلات نزلت، والخاشوقة وين مالتي؟ خاشوقتي ما هي خاشوقتي، هاي خاشوقتي حبايبي. مقادير الفول الحار، طبعا احنا قلت لكم المقبلات اللي ننزلها ويا الاكله لازم تكون متجانسه. هسه احنا عندنا سكالوب، عندنا معكرونه بالمشبيل، شو ننزل؟ ننزل مقبلات مو خضار، يعني مثل الخس مثل الفتوش ومثل هذا. فراح ننزل لكم الفول الحار. عندي هذا الفول، هذا الزغار، هذا الفول حبايبي. عندي هذا اللبن، عندي هذا الراشي، هذا اللبن والراشي. شو راح اضيف له؟ راح اضيف له شطه، لان انا حار اريده. ما تريدوا حار لا تضيفون الشطه.
راح اضيف زيت الزيتون، راح اخلي من عنده للتخديم. هذا نعناع فريش، هذا عندي معدنوس، عندنا اتصال من الناصرية. ابو علي حبيبي، جمعة مباركة. جمعة علينا وعليكم حبيبي. شلونك حبيبي، شو اخبارك؟ الله يحفظك. اليوم اهل الناصرية منورين في العينك. الله يحفظك. امرنا ابو علي. والله انا بالعياده هسه ومطلعينك واشتهينا الغداء. أغو... انا شاهد، انا سكرتير بالعياده هنا. ها ها، عياده مع الدكتور. اي مع الدكتور، وعلى هسه الغداء ودينا على نص دجاج وذكرتك هسه هناك. الله يحفظك، الله يحفظك. بس ارد اوصيك وصيه ابو علي. حبيبي تدير بالك على المراجعين اللي ما عنده. عيني مخليهم والله شاهد عليك. الحسين ترى هاي الناس تدعي لك بالخير. الما عده اي والله، الما عده المستعجل، الامور تعبانه، ترى الناس هم شويه هذا. فنوصيكم انتوا اخوتنا هنا، انتوا ان شاء الله ما تقصرون، بس نوصيكم ان شاء الله. حبيبي ابو علي، سلم له على كل اللي يمك حبيبي. حبيبي الله يحفظك يسلمك. حبايبي هسه هذا راح ابدي اصبه. هذا الماعون، طبعا هذا اصلي الماعون. ها شوف طلع لي انا هاي، طلع لي الماعون، طلع لي هاي، دعت امك يعني. هذا شوفوا حبايبي، هذا الفول الحار، هذا ينوكل ويا الاكلات اللي احنا نسميها السريعه. احكي ايش قلت لي؟ هلا شوف هاي تحترق حبيبتي، خل اطفيها بعد. هسه راح نسوي له فزينه بسيطه. عندنا اتصال منى من المثنى من السماوة يعني. منى نص صوت التلفزيون. نص صوت التلفزيون؟ اي والله اي، مو حتى سمعش من هذا. شلونك خيتي، جمعه مباركه. الله يخليك علينا وعليك. يسلمك. أنا ما حكيت علي صوتك يعني، بس الظاهر اعتقد شفت فول. اي هذا فول، اشتغلنا فول احنا. فول مجمد؟ لا فول حار. ها هيك يعني، يقدر المقادير مثل ما 60 اتصورها شيء يخليها مثل على الشاشة. احنا هسه من راح تخلص الحلقة؟ قناة الفرات راح تنزلها على الصفحة مالتها باليوتيوب، تقدرين. ويا ريت يقول، اي والله ويا ريت يقول عن طبخة ال شو اسمه الكشري، انا قايلت له عليها الظاهر. ما الكشري منزليها، تلقيها بقناة الفرات باليوتيوب، دخلين قناة الفرات باليوتيوب. اي موجودة، منزلها انا الكشري بخدمتك. هذا حبايبي طبعا سوينا على فد شيء بسيط، وراح نضيف له زيت الزيتون. هذا زيت الزيتون، وراح اخلي لي شويه نعناعاية. حبايبي هسه عندنا الطبق الرئيسي كمل، هو سكالوب الدجاج بالشوفان، وطريقة سهلة وبسيطة. وعندنا الطبق الثاني هو الفول الحار، طبعا ان شاء الله تجربوه. وعندنا طبقنا الثالث، طبعا اتمنى ياخذ لي اياه،
سوى عندي المعكرونة بالبشاميل. طبعا راح اطلع بصيني حتى ما نخرب شكل. عندنا اتصال من البصرة ابو مرتضى. شلونك حبيبي ابو مرتضى؟ حبيبي ابو علو شلون صحتك يا عمري؟ شلون البصرة؟ منور منور انت البصرة بوجودك منور. بعد عمري اروح فدوة والله اتمنى اجي للبصرة اشوفها. يا ابا على راسنا أيوة. والله العظيم بس تجي هنا خدام للطيب. لا خادم الحسين ارد اكل كل انواع السمك. عمي افرح مع والديك على هذا هسه اللي وصيت على الفقراء. انا ما عندي اي سؤال على الطبخ. الله يحفظك. اي والله والله العظيم. اي والله عمي نعم الله عليك. اي والله احنا من خلال طبعا قناه الفرات ومن خلال شاشه الفرات هي سباقه بهذا الموضوع. سباقه الفرات سباقه والله. احنا نوصل كل اهلنا وناس الدكاتره ولهم كل الاحترام والتقدير. نزيدنا شرف احنا. اي والله ان يعانون لهاي العالم الفقره. والله يحفظك ويعزك. اي والله اولادك الله يحفظك. محمد وال محمد الله يسلمك. تحياتي نعم لك. نعم الله عليك. نعم الله يحفظك. تحياتي. حبايبي هسه احنا راح نطلع البشاميل. هذا البشاميل هسه راح طبعا المخرج يطلع لي اياه. احلفك اقول لك بدعت امك لو لا. عاشت ايدك. طبعا انا اشكر هذا الكادر اللطيف بس انا دائما احب اتلاطف وياهم لان هم اخوتي ومتعاونين حيل وياي. وطبعا لو ما الكادر يتعاون ما ينجح اي عمل. شكرا لهم وشكرا لادارة القناة. حبايبي هسه راح نبدي نشتغل العصير. هذا طبعا حبايبي المالح حق على الحلقة. هذا عندنا اول شيء المعكرونة بالبشاميل اشتغلناها بطريقة سهلة وبسيطة كل السهلة يعني سهلتها. عندنا هنا المقبلات هي مقبلات الفول الحار وعندنا الاسكالوب. هذا الاسكالوب حبايبي شوفوا حتى من برد بقى مقرمش وشكله يعني الذهبي اللي لا هو يعني مستوي زايد ولا هو وقليته على نار هاد. قلت لكم اهم شيء التقلا من يتقلى يكون الزيت حامي 50% ويكون التقلا على نار هاد حتى يستوي الفوق والجو. عندنا اتصال انقطع الاتصال. اليوم طبعا اهل البصرة منورين. عندنا حبايبي العصير عندنا عصير السموذي. سموذي البطيخ راح نضيف وياه الحليب ونضيف وياه الشكر. عندنا اتصال ابو علي من البصرة. جزاك الله. اليوم الحلقة للبصرة اليوم. حج مرضينا حصرية. اليوم هذا فلاحة ملاكه اليوم. ايه ما نطيها. ايه منورين والله اهلنا وناسنا طيبين اهل البصرة. ما يعني يقول البصرة وبلاياك ما تسوى كل شيء تضرب سواد اللي يلو ابويها تمشي. ويلي عليك يا ابوي. امرنا ابو علي شلونك؟ الله يحفظك. تتبيله مال قوزي. ايوه انا تدري بي احب اللحم مال قوزي. ايوه والله انا القوز يعني اذا تريد تشويه شوي يعني بس شوي. ايه تجيب القوز يكون يعني الذبيحة صغيرة يعني 8 كيلوات هيك على مود لحمة تكون ترف. تخلي له كاري فلفل اسود كركم زين وتخليها بالزيت يعني تخلي البهارات بالزيت او زبدة وتلغمطها كلها هي والملح وتلفها بسيليفون
سليفون هذا مال هذا وذبها بال يعني بال بالطباخ بالفرن مال الطباخ 3 ساعات يطلع عندك القوزة. احنا شوف لحمنا العراقي اذا ضفت له بهارات هواي وحامض وليمون وهذا راح طعمه. اي شيء كذا راح تفرق. اي لان احنا ما تقلل احسن. احنا السر بلحمنا هو لحم طيب. يعني هسه شوف الكباب العراقي ليش مميز وطيب؟ هو اللحم طيب. هو الكبابشي كل شيء ما يضيف له. اي فهن هذن الامور البسيطه وتلفها بالسليفون حتى ما يحترق، حتى يستوي عندك وما يحترق من الفوق يحمص. تمام تمام حبيبي. تحياتنا لك حبيبي. الله يخليك. حبايبي طبعا راح نشتغل السموذي. طبعا احنا جبناها على اللحم، اللحم العراقي حبايبي ما يحب هواي بهارات. من تكثر له بهارات غيرت طعمه كله، هو اللحم طيب، هو نفسه لحمنا طيب. واحنا طيبين. وقاعنا طيبه زين. والناس تشهد ان وان شاء الله العراق من الاحسن للاحسن. هسه نبدي نضيف البطيخ. هذا البطيخ للسموذي. هسه قام كله سموذي وكله بالكاكاو وبالنوتيلا. ويلي يابا ويلي. هذا الحليب. هذا عندي الشكر. ضيف له بعد حليب حتى يطلع عندي سموذي صح. عبد المنعم من البصرة. مو قلت لك عبد المنعم انقطع. خل نشيل دني. ليش وقعتي حبيبتي؟ ليش حتى تبينين؟ ايه بتوقعين. هلا 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 دول قلبه. هذا طبعا هذا عصير البطيخ والحليب كلش مفيد حبايبي. اكثر يعني اللي يحبون العصائر الصبح، اكو ناس تحب العصير الصبح، يعني انصحهم به الصبح حليب وبطيخ وكل يعني طاقه. عندنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام خيتم نور. شلونكم؟ ان شاء الله بخير. يحفظك الله وجمعه مباركه جميع ان شاء الله. الله يحفظك ويسلمك. انا ما اسميك ابو علوش، اصح لك ابو موسى. ممكن افضل ابو موسى. ايه هو ابن اسمه موسى. بلي ايه، ولكن الجمعه قلت لنا طلبت من الامام. اي والله اسمه موسى وابو الجواديان ما قصر. بس الله يحفظك. الله يحفظك. وعمريني بس بديت اعرف عنوانكم حتى من يجي نزور كربلاء. احنا بالصفحه موجود العنوان، صفحه مع الفيسبوك. بلي. شارع احمد الوالي على راسي. شكرا. هو هذا البرنامج، هاي الحلقه شو كنت عاد بالقناه الفرات هاي ينزلوها على موقع قناه الفرات على اليوتيوب. كتب قناة الفراش في ابو علوش تطلع كل الحلقات حتى مالات رمضان. بالي. نعم. اخي ابو موسى اني مثلك استعمل هذا الطبر عود على اساس انا من اليابان. اي ما هذول اليابانيين شايفتهم وهذا اللي يسوي شي للسمكه. بس ما سيطر، يصير طفار الظالين. لا لا هذا قلت انا اليابان احسن من عدي، جبت الطبار شو ترمز فيه سريع. اي صحيح. هاني مثلك شلون اقبه اطلع فلوسه حرام. اي الله يحفظك ويسلمك. شكرا جميل. الله يخليك ويسلمك. حبايبي طبعا هاي اطباقنا اتمنى تعجبكم وان شاء الله يا رب نتوفق. هذا الاسكالوب احنا اشتغلناه بطريقة سهلة.
وطبعا العصير قلت لكم انصحكم به خصا الصبح لان كل فوائد. ولو انا ما احب الحليب اي والله. فهاي وهاي المعكرونه اشتغلناها بالبشاميل طريقة كل سهله. ضفنا اللحم وضفنا الخضار وضفنا الطحين. طبعا البشاميل هو عباره عن طحين وحليب. تتكون عندنا البشاميل واشتغلنا وياها المقبلات. المقبلات اللي تصير ويا الاكلات الاطباق اللي نزلناها. واشتغلنا فول الحار. هو عباره عن فول وراشي وصلصة حارة وبهار. وضفنا وياها اللبن طبعا وكيل زيت الزيتون والليمون. وهذا السكالوب اشتغلناه بالشوفان كل سهل وبسيط. وشوفوا حبايبي حتى من برد ظلت قرمشته. هذا شوفوا وشكله حلو. وهم يعني تنويع للدجاج اللي لان تعرفون هالايام اللحم شوية غالي. فاحنا نحب ننزل اكلات غربية مرتبة ونفس الوقت كلفتها قليلة وموادها موجودة. وان شاء الله كل اهلنا العراقيين من خلال شاشة قناة الفرات هاي الاطباق يطبخوها ويسووها لان هي اطباق يعني مو مكلفة. وتحياتي لكم. واي طبق تحبون ننزله من خلال البرنامج تقدرون بالتعليقات من خلال بيج قناة الفرات. وانا تابع طبعا التعليقات كلها. وتحياتي لكم. شكرا للكادر كادر قناة الفرات الاخ المخرج حازم. شكرا لكم وشكرا لكل من تابعنا. انتظرونا يوم الجمعة. الجمعة تجي ساعة بالوحدة ان شاء الله في امان الله.